عقد الاجتماع الخامس للفريق المفتوح العضوية من الدول الأعضاء بالجامعة العربية لإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. استكمالا لتحركات الجامعة العربية للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، عقد الفريق العربي المفتوح العضوية المعني بإعداد الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعه الخامس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى الخبراء وممثلي الجهات المعنية بالدول العربية. طولنا في وضع الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك العربي، لله الحمد يعني بعد اجتماعات مطولة يعني دامت يمكن أكثر من 6 اجتماعات في وضع المستودة الدليل الاسترشادي العربي، اللي يكون هذا الدليل الاسترشادي يكون خارطة الطريق لحماية المستهلك ومعرفة قراراته ولوائح حقوقه وواجباته. فلله الحمد احنا انسجمنا مع الدول العربية والخليجية ووضعنا احنا حتى مكملين للدليل العربي بقوانيننا الخليجية. يعني تم مراجعة الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يتم وضع دليل استرشادي لحماية المستهلك على يعني بنعمم ذلك على الوطن العربي، وبيتم وضع ذلك في دليل استرشادي على أساس أنه في بعض الدول العربية لم يتم وضع نظم أو قوانين لحماية المستهلك حتى الآن فيها. فالدليل بيساعد هذه الدول على ان هي تسترشد بالقوانين او بالبنود او بنصوص القانون، وده كله من اجل التكامل الاقتصادي لمجموعه او لجميع الدول العربيه، وبيصب طبعا في النهايه لمصلحه المواطن العربي. تم انشاء فريق العمل طبقا لاحدث الممارسات الدوليه والخبرات العالميه في هذا الشان، ليكون نموذجا تعتمد عليه الدول الأعضاء التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها أو تعديل القوانين الموجودة. تسعى الجامعة العربية من خلال لجان الاقتصادية إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، مما يحقق المزيد من النمو والتنمية والتطور في المجتمعات العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.